بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي مع بعضنا بقى المحاضرة رقم 10. محاضرة رقم 10 أحب أقول فيها كده أول ربع ساعة حاجة اسمها السمري، لأنه حاجة مهمة ونستخدمها إن شاء الله النهاردة. مفهوم كلمة سمري إيه؟ أو السمرايزيشن إيه؟ بسميه السمري أو السي أي دي آر، أو في كتب بتقول عليه السوبر نيتنج. سوبر نيتنج ايه السمري؟ السمري ده عكس السبنيتنج. السبنيتنج كانت شبكة واحدة بتقسمها لأكتر من شبكة، السمري مجموعة من الشبكات هنلخصهم في شبكة واحدة. حلو؟ تمام؟ حلو الكلام. فلو عندنا مثلا 192 168 واحد زيرو و192 168 2 0 و192 168 3 0، لو قلت لك لخص دول في شبكه واحده نعمل ايه؟ قال لك علشان تلخص بتمشي بالتالت من الشمال لليمين، يعني تاخد الاي بي كده تمشي من الشمال للايه؟ لليمين. لو لقيت بتات متشابهه تنزل زي ما هي، تنزل زي ما هي، تنزل زي ما هي، لما يبقى في تشابه ينزل زي ما هو. لو البت اختلف نصفر لاخر الاي بي، لاخر البت رقم 32. يعني نحط صفار. ندي مثال؟ ندي مثال. انت عندك الثلاث شبكات دول عايزين نلخصهم. 192 192 192 ينزل كام؟ 168 168 1 2 3 0. لا يا معلم، حوله الاول لباينري. حول الاول لباينري اهو. اهو الواحد اهو، مش ده الواحد؟ الاثنين تحوله ازاي؟ اربع اصفار صفرين اثنين. طب الثلاثة هيبقى كام؟ اهو صفر 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 واحد واحد. دوت في الاخر ايه؟ صفر. هل؟ طيب حلو الكلام. فين الاختلاف بقى؟ حصل فين؟ حصل هنا اهو. صفر 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 ينزل ايه؟ طب صفر 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 ينزل ايه؟ صفر 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 زي ما هو. حصل اختلاف اهو، شايفه؟ اهو ينزل صفر بقى، صفر. ما هو لما يحصل اختلاف نعمل ايه؟ نصفر لاخر الاي بي دوت زيرو في الاخر اهو. يعني مجرد صفر في اختلاف. اختلاف يعني ايه؟ يعني البت ده بصفر وده بواحد، مختلفين اهو يا بس. ينزل ايه؟ صفر. واحد واثنين ينزل صفر. صفر بذمتك ينفع اثنين؟ ده باينري يعني. واحد واحد. لا ينزل واحد، متشابهين اهو. حلو؟ تنطق معايا ايه بقى؟ 192 دوت 168 الثمان اصفار دول ينطقوا معايا ايه؟ صفر دوت صفر. سلاش كام؟ هما تشابهوا في 8 صح؟ مش دول كلهم 8 ودول 8 بت؟ وتشابهوا في 6، 8 و8 16 و6 1 2 3 4 5 6 يبقى سلاش 22. ده السمري بتاع الثلاث شبكات دول. ندي مثال اخر. اللي ما خدش باله بالمثال ده يشوف المثال الاخر. صلى على النبي يا عم انت اهو. 172 16 16 0 و172 16 17 0 و172 16 18 0. عايزين نلخصه. 172 16 ال 16 ده اللي هو كام؟ 0 0 0 1 0 0 0 0 مش ده 16 اللي هي 1 2 4 8 16. طب ال 17 0 0 1 0 0 0 1. طب ال 18
زيرو 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 واحد زيرو زيرو واحد زيرو. فين الاختلاف؟ عم باسم بقى اللي هيقول الصفر هيمنه متشابهين؟ متشابهين ينزل الصفر متشابهين ينزل الصفر ينزل ما هو واحد ينزل متشابهين واحد ها تمام صفر تمام اختلفوا فين؟ صفر وصفر واحد يبقى صفر صفر. ده ينطق معاك يا بسوم الواحد تحت 16 ده ينطق معايا دي 16 8 4 8 16 اه يبقى ينطق كده 172 دوت 16 وده ينطق معانا 16 يبقى 16 وفي الاخر ايه سلاش كام بقى عندك تشابه في 8 و8 16 17 18 19 20 21 22 تشابه في 22 بت اهو يبقى سلاش 22 حلوه. سؤال جاي في الامتحان ومضمون ده اسمه السمرايزيشن او السمري. حلو الكلام. طيب ناخد مثال تاني ناخد مثال تاني ها مية اتنين وتسعين ضد مية تمانية وستين ضد اتنين وتلاتين ضد زيرو ومية اتنين وتسعين مية تمانية وستين ضد خمسة وتلاتين ضد زيرو ومية اتنين وتسعين مية تمانية وستين ضد تمانية وتلاتين ضد زيرو. عايز اجيب لهم السمر بتاعهم تمام. طيب هذا ال 192 اهو هذا ال 168 اهو 0 0 1 0 0 0 0 0 ده ال 32. طب ال 35 0 0 1 0 يبقى 3 3 اللي هو 1 وكام؟ 1 1. طب ال 38 اللي هو 32 و6 ايوه و8 اهي هذا ال 4 و2 اهو الله يكرمك صح. ينطق معايا كام؟ ينطق زيرو اهو زيرو واحد زيرو زيرو لا اختلف وين اهو بقى ايوه زيرو 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 فده يديني كام؟ فهي ده يديني 192 168 32 0 سلاش كام بقى بسوم؟ 8 و8 16 17 18 19 20 21. مش اختلفوا نصفر يا محمد لاخر الاي بي ان شاء الله تشابهوا بعد كده نصفر لاخر الاي بي طالما اختلفوا هنا اهو ما كملش يا معلم كل اللي بعد كده صفر يعني هو اختلفوا من 38 خلاص اه شوف لو انا دي بوينت 1 او بوينت 2 مش هم اختلفوا ال 32 وال 32 وال 37 يبقى بتصفر لحد الاخر من بعده مش من بعده بقى انت بتحول ده باينري وتحول ده باينري وتحول ده باينري وشوف هم تشابهوا في كام بت تفصصها كمان من اول الاختلاف لكن بوينت 38 بوينت 10 مثلا اه ال 10 بقى تفيدك في ايه بعد كده؟ ولا لها لازمه هتصفرها كمان مع الباقي صح؟ طب واحنا بنستخدم السمر ده فين يا عم محمد؟ بنستخدم السمر ده فين؟ بنستخدم السمر ده لو انت عندك فرع مثلا زي طنطا مربوط في فرع زي رمسيس الفرع بتاع رمسيس ده فيه كام شبكة؟ اهو 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 ففي شبكة 192 168 دي 1 0 دي 2 0 دي 3 0 ده 4 0 ده 5 0
لو انت عايز تعرف فرع طنطا ده على دول استاتيك 1 2 3 4 5 يبقى هتكتب كم كوماند اي بي روت؟ 5. طب ايه رايك لما تلخصهم وتكتب كوماند اي بي روت 1؟ طب الجدول بتاع الراجل ده هوت فيه كم سطر كم شبكه متخزنه؟ لو انا ما عملتهمش سامري 5. طب ايه رايك لو انت لما تلخصهم وتكتبهم بكوماند واحد هيبقى في ايه؟ سطر واحد لكل الشبكات دي، وده هيوفر عندك ايه؟ باندويت، ويوفر عندك سايز للراوتينج تيبل الاولاني. يعني بدل ما اجي كده فاكرين الكوماند بتاع الاي بي روت، اي بي روت الشبكه اهي 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 بسبنت ماسك اهي اهي اهيت اخرج من السيريال كام؟ 0 على 2 على 0. هقعد اعمل كده 5 مرات، فيبقى عندك في الجدول بتاع طنطا ده 5 شبكات. طب ايه رايك يا معلم لو لخصتهم؟ لخصهم. هنفترض مثلا لما هتلخصهم هيبقوا كده، انا بقول لك هفترض انا ما عملتهمش، لما تلخصهم هيطلعوا كده. 20 دي اللي هي كام سبنت ماسك؟ حد عارف؟ اللي هي 8 8 4 0 اللي هو 255 255 240 ايه؟ 0. كل اللي عليك تعمله بس ما يعمل ايه؟ هيجي على الفرع بتاع طنطا اي بي روت الشبكه 192 168 0 0 255 255 240 0 اطلع منين؟ بس يا عم بدل ما اكتب 5 شبكات هو ده اللي هكتبه. كوماند واحد. الجدول بتاع طنطا بدل ما يتخزن فيه 5 شبكات وناخد حجم راوتنج تيبل وحجم جزء من الرامه بتاع طنطا، لا هو ايه؟ طريق واحد. هما عند الطريق بتاع رمسيس، عند الراوتر بتاع رمسيس متفرطين، عند الراجل بتاع طنطا متلخصين. بقول له اي حاجه ب 192 168 احذفها على رمسيس، ولما تروح رمسيس الباكت دي مكتوب فيها يا جاي من شبكه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، لان الباكت ما بقاش فيه شبكه، بقى فيه الاي بي بتاع الجهاز. فعند رمسيس هيعرف يفرق يخرجها من انهي انترفيس. حلو السمري؟ حلو السمري؟ ده سؤال مضمون في الامتحان. نقفل الجزء ده بتاع الفيديو لان ده فيديو منفصل اهو.